السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنقراو على مجموعة من الخاصيات ديال المتجهات، وغنديرو كما درنا في الفيديو السابق تساوي متجهتين متى كيكونوا متساويين. دونك لابد دائما من التذكير بان متساوي متجهتين خصو يكون عندهم نفس المنحى نفس الاتجاه، اي ان حاملهما متوازيان ويكون عندهم نفس المنظم المعيار او المسافة. هنا غنقراو على المتجهة المنعدمة. اشنو هي المتجهة المنعدمة؟ اللي كتكون عندي معاها مثلا هذه متجهة، هذه متجهة ا بي، اصلها ا طرفها بي. اذا مثلا قربنا بي هنا، قربنا بي تتولي منطابقه مع ا، دونك ما يبقى شحال غتولي المسافه بين ا وبي؟ الا دابا كاين واحد المسافه ولكن الا قربنا ما بقاتش بي هنا، جات لهنا ولا بي هنا، دونك شنو غتولي؟ غتولي عندي المسافة بين أ و بي هي صفر، دونك هادي كنسميوها متجهة منعدمة، دونك غنسميوها أ أ، هنا أ أ، دونك غنسميوها المتجهة أ تساوي، مكنقولوش صفر لأن متجهة كتساوي متجهة منعدمة، دونك صفر كنديرو فوق منو سالب، صفر هو عدد، ولكن هنا متجهة منعدمة هي نقطة، هي هاد النقطة هادي أ هنا. ثم غندوزو لفقرة أخرى اللي هي مجموع متجهتين. ملي كنجمعو اي متجهتين، مجموع متجهتين، الى عندي مثلا واحد المتجهه ا بي الاصل ديالها ا، بغيت نجمعها مع واحد المتجهه ا سي، دونك يكون عندها نفس الاصل هو ا، دونك ا سي A B زائد A C، اشنو غادي تساوي الا جمعنا مثلا هاد المتجهتين؟ الا جمعنا هاد المتجهتين A B و A C غيعطيونا واحد المتجهة اخرى، ولكن هاد المتجهة شنو هي؟ هاد المتجهة هي A D، كيعطيونا واحد المتجهة A D. دونك باش مبقيش نتلفو مع كثرة الخاصيات، ما الهدف من هذه الخاصية؟ ونطرح سؤال بصيغة أخرى، أشنو هي هاد النقطة دي؟ أنا عندي غير أو بي و سي، فين غادي تكون هاد النقطة دي؟ واش غتكون هنا واش غتكون هنا واش غتكون هنا؟ قلت لي أ بي زايد أ سي كتساوي أ دي، فين هي هاد أ دي هادي؟ ها هي أ، عندي الأصل ديالها المتجهة، عندي الأصل ما عنديش الطرف ديالها، دونك كاين شرط أ بي زايد أ سي يساوي أ دي بحيث الضلع أ دي هو قطر متوازي الأضلاع. وكل شيء هنا عنده علاقة بمتوازي الأضلاع. AB زائد AC كتساوي المتجهة AD، يعني أن يكون عندها طرف هو AD، ولكن الشرط شنو هو؟ هو هاد D هذا، هاد AD خصو يكون قطب ديال متوازي الأضلاع A B D C. إلا رسمت هذا هاد الرباعي هذا خصو يعطيني متوازي الأضلاع. إلا مثلا حطيت الدينا ورسمتي المتوازي الرباعي ما عطاكش متوازي الأضلاع، دونك A B و A C ما غاديش يساوي لك A D إلا جمعتيهم، دونك بحيث A D هو قطر متوازي الأضلاع A B D C. دونك هادي خاصية أخرى. مثال، يقدر مثلا يقول لك يعطيك متجهتين مثلا AF، يعطيك مثلا واحد المتجهة أخرى N، يقول لك أنشي أنشي النقطة C مثلا بحيث AC تساوي AF زائد AN. هذا مثال الأسئلة اللي كتلقاهم أنت إلا ما عرفتيش الخاصية، دونك ما غدير حتى حاجه. عندي انا بغيت ننشئ النقطه سي، سي ها هو ما عندي ثلاثه النقط خصني وحده، ولكن عطاني بلي سي كتساوي اف زائد ان، اف زائد ان ها هي اف زائد ان، فين غادي ندير سي؟ وخصني نعرف بلي المجموع ديال هاد المتجهتين كيعطيني واحد المتجهه اللي هذاك الضلع كيعطيني قطر متوازي الاضلاع. دونك غنرسم الرباعي متوازي الاضلاع، وغنرسم متوازي الاضلاع وغتستعملو البركار باش تصبو متوازي الأضلاع، وديك النقطة الرابعة هي النقطة سي، دونك هاد السي هذا غيكون هو قطر متوازي الأضلاع. دونك هذا هو الدور ديال هاد
الخاصيه هذه، دونك مجموعي متجهتين عندهم نفس الاصل كيعطيونا متجه اخر عندنا نفس الاصل، وذاك الرباعي خصو يكون متوازي الاضلاع.